protect us from getting sick. تمام؟ أو هي تقريبا إن هي ال sunlight، هي كان جملتين، واحدة sunlight، وجود sunlight بتخلينا happy. لا ايوه بصي، وجود الصنايع اللي هو فيتامين دي from sunlight protect us from getting sick، دي واحدة. التانية sunlight also makes us or makes a lot of people feel happy، خلي ناس كتير تحس بالسعادة. يبقى هما دول الجملتين، تمام؟ انما اول واحدة we don't use carbon dioxide like plants ملهاش علاقة بالايه، بالاجابة خالص، تمام؟ دي برضو الجملة. الموضوع التاني السيركولاتري سيستم، عامله لي كده علامة عليه اللي هو علامة الشباك، ده معناه ان انا مش عاجبني خالص. كان في ايه بقى؟ طيب ده هشوفه بعدين، وهقول لك لو في كومنت تاني هنهرعبه تاني. خلاص، تقريبا بعد كده كان كله عادي يا سلمى، بس دي كانت الاخطاء. هنا كان في خطأ، دي كان فيها خطأ. استني، استني هعلمك عليها. دي نمبر دي. بتقول ايه بقى؟ I was tired because، انت كاتبه because I went to bed very very late، يعني معناها ايه؟ انا كنت تعبانه قوي عشان روحت السرير بدري. انت ده معنى الكلام اللي انت كاتباه، لا يعني انت كنت تعبانه المفروض لما روحت السرير بدري. فطبعا because هنا طبعا المفروض غلط. تكون صح. So I was tired، انا كنت تعبانه قوي، so عشان كده I went لذلك to I went to bed bed. very late. ايوه بالظبط كده. يبقى هو ده كانت الأخطاء كده. خلاص يا سلمى، اللي كانت في الواجب ده خلاص. دي أخطاء مش بتاعت سلمى حبيبتي اللي تعملها، يعني ممكن أي حد تاني أقول ده مستواي، بس ده مش مستواك يا سلمى إنك تغلطي الحاجات العبيطة دي. يمكن عشان كده بقولك لا، في حاجة كانت فيكي في الوقت دوت، في الأسبوع دوت، تمام؟ anyway أختي عيانة. يا حبيبتي ألف سلامة عليك يا حبيبتي، شفاك الله، يا رب تكوني أحسن دلوقتي، أختي يا رب تكوني أحسن يا سلمى. أختي أختي الحمد لله ماشي أحسن. اتحسنت. طب يا حبيبتي ألف سلامة عليكي، تمام؟ انت لو كنت قلتي لي يا ميس أنا كنت تعبانة كنت هسيبك خالص لحد ما تبقي كويسة وتعملي الواجب بعد كده، عادي خالص، ما فيش أدنى مشكلة. ممكن تبعتي لي على الجروب، ما تستنيش للسكند سيشن، قولي لي يا ميس أنا مش قادرة أعمل الواجب عشان أنا تعبانة. أقولك ما فيش مشكلة يا سلمى، خدي وقتك. ماشي يا حبيبتي، تمام؟ بس انا خلاص دلوقتي يعني ده عامل هوم ورك وكل حاجة. طب الحمد لله، عشان كده واجب آخر مرة كان حلو يا سلمى، آخر واجب كان حلو عجبني، يعني عادي خالص. طيب تعالي كده بقى نعمل إيه، نشوف النهاردة، نشوف النهاردة ال connect، عشان قلت لك احنا هناخد يونت وناخد يونت. اوكي كنت قلت لحضرتك ان مامتي كانت مذاكره لي حبه من اول يونت، تمام، عشان كده احنا ممكن هنمشي فيه. ناخدها بسرعه. ما دي حاجة كويسة، احنا ممكن بقى نمشي فيه. انت قلتي هنمشي فيه سريع عشان انت ذاكرتي فيه جزئين. طيب I discover myself، انت شايفة اصلا الشاشة؟ طيب اوكي، I discover myself unit 1 we plant our food، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنزرع الطعام بتاعنا. lesson 1 vocabulary، يلا يا جميلة ابدأي بقى. كي vocabulary، Eggs, salt, onions, coconut, chocolate, mayonnaise, ايوه favor, chicken, mango. الصوت بيقطع شوية يا سلمى من عندك، يلا بنبدأ. أنا ولا الأكس؟ لا انت هتبدأ، انت اللي هتقري من اول. بينز، بينز فول. أصلاً eggs, carrots, onions, coconut,
onions. تمام، onions. يبقى beans, eggs, carrots, onions, coconuts, coconuts, chocolate, chocolate, pineapple, lemon, lime. pineapple, limes. Okay. تمام. Extra vocabulary. Favorite chicken. Favorite chicken, mango, apple, سلمى، رجاء 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 قربي من النت. أوضة ثانية. ثانية بس. ماشي، اوكي، take your time. دلوقتي اه احسن شوية. يلا يا حبيبتي. لا لا، تكوني بتقولي يا سلمى دلوقتي. نقول الريجولار ولا الاكسترا فوكابولري؟ الاكسترا فوكابلوري. يلا قولي تاني. favorite chicken mango uncle تمام، excellent. present to past, collect, collect plant, planting love, love pick, chicken picked, picked. بيهد اه pick, picked. بيهد يبقى pick, picked, pick, picked. سريعة كده بيهد ومفيش بس على أي حرف، يعني ما تضغطيش على أي حرف وانت بتنطقيه. pick, picked. يلا again. بيهد okay. طيب present to past, grow, grow sell, solve buy. what طبعا زي ما احنا متعودين الريجولر دول حفظ. ليه؟ لو ما نفعوكيش السنة دي هينفعوكي السنة الجاية، السنة اللي بعدها، هينفعوكي في حياتك. دول لازم بيتحفظوا. تمام، حتى لو ما جوش في الامتحان، يعني احنا مش بنذاكر عشان الامتحان. خلاص، دول أول حاجة هيكتبوا كام مرة؟ ثلاث آه، مرات برافو عليك، 3 times. أوكي، طيب important expressions and prepositions. at the market، يبقى لما نروح السوق أو نقول في السوق يبقى هنحط قبلها إيه؟ تمام، that's easy، معناها هذا سهل in the garden، in the الحديقة garden، برافو، الحديقة on the ground. على الأرض It's okay to. لا بأس لا بأس، تمام. It's okay to. هنيجي بعدها نحط infinitive، تمام، أيوة مصدر الفعل. يعني مثلا it's okay to buy vegetables، يعني إن هو كويس إنك تشتري vegetables. أو مثلا it's okay to eat healthy food. هو عايز يقول لك إن بعد it's okay to هتحطي الإيه، الفيرب في الإيه، في المصدر. تمام، عشان لو جات لك choose اللي هي قلنا ايه it's okay to، هتحطي بعدها الفيرب في الايه، infinitive، الجوافة infinitive او استنى. طيب guiding words. تمام، تمام معايا يا سلمى؟ أوه. طيب يلا حبيبتي. لا رأيي تاني هعمل لك، انت اصلا معاكي الكتاب ده ولا لا يا سلمى؟ مع المعاصر نتو عندك تمام، وفاتحاه قدامك؟
طيب تمام، هنخش كنا على اللي هي ايه propositions ولا قلناهم خلاص؟ قلنا قلناهم. اوكي طيب مين اهو. طيب ال main points guiding words favorites favorite food favorite unhealthy chicken chicken collect collect sell. awesome. طيب pop quiz on vocabulary I buy fresh vegetables at the I buy fresh vegetables at the market. okay rabbit's favorite food is Carrots. not is delicious but not healthy. Chocolate. تمام. They raise chickens to get fresh every day. Eggs. Eggs. تمام. عارفة يعني ايه raise؟ يرعى. يربي لا ايوه يربي يرعى. يربي بنربي الفراخ عشان يجيب fresh أيوة. egg every day. Is my favorite healthy food. خلي بالك healthy Fruits. healthy fruit. Pineapple. 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 Fruits. Number five, healthy fruit, يبقى ايه؟ Pineapple. تمام. I always have an egg for breakfast. Beans. Beans. A farmer dots onions and potatoes. جروز خليكي معايا يا سلمى، خليكي معايا. خليكي معايا لحظة. تمام معايا يا روحي. اه طيب تمام اوكي. جال a farmer onions and potatoes. روز تمام. A farmer, onions and potatoes grows. Okay. Listen and reading. يلا. What is your favorite food, Farida? العنوان تعالي كده نقرا العنوان. Does Farida think chocolate is healthy? Does Farida think chocolate is healthy? هي عارفة ان الشوكليت دي او عارفة ان بتفكر ان الشوكليت healthy. خلاص. يلا. What is your favorite food, Farida? حلو That's قوي بس احنا انا عايزاها انت قلتي وات از هي صح. لا تيجي okay. نقراها بسرعه تبقى وات على طول ده القرايه الصحيحه يا سلمى. انا ما ماشي بقولش وات از لا واتس يور فيفوريت فود فريده. مش انت عايزه تقري الاكسنت بتاعته بتبقى هايله اه صح؟ يبقى ما نقولش ايه وات از لا واتس يور فيفوريت فود فريده. يلا What's your favorite Farida? That's easy. It's chocolate. برافو. I love chocolate too, but it isn't healthy, is it? I يس think it's okay to eat a little, but yes, it's unhealthy if you eat a lot. What's your favorite healthy food? Oh, I like chicken and I like fish, but my favorite is mango. We have a mango tree in the garden. I have mango too. We don't have a mango tree. We have a lime tree and a lemon tree. My uncle grows onions and potatoes. We have chickens too. He collects fresh eggs every day. Sometimes he sells them at the market. هاي حلوة قوي. طيب بص كده على آخر باراجراف. My uncle grows onions and potatoes. He has chickens too. He collects fresh eggs every day. Sometimes he sells them at the market. يبقى هنا اللي كتب ده استخدم which tense he used. Which البست tense؟ بست لا مش لا مش الباست. He collects. لما قلنا he ايوه ده collects. في البريزنت اللي هو present برافو عليكي. بيعمل تمام my دايما روتين uncle يعني
روتين. تمام. طب الكي وورد كانت ايه؟ عارفه الكي وورد يعني ايه؟ كلمات المساعدة حاجات زي ايوه، اللي هو الادفرب اوف فريكوانسي، اللي هي كلمه كانت ايه؟ روز استخدم كلمتين ايه؟ روز مش وهاز سامعه. لا روز لا لا، ده الفيربس، جروز وكولكتس ده الفيربس. هو استخدم كي ووردز عشان يوضح لك ان هو في البريزنت سامبل، او بالنسبه للبريزنت سامبل ساعات بنقول لها بنسميها الادفيربس اوف فريكوانسي، عدد المرات، اللي هو عدد المرات. هو استخدم every day عشان يقول لك ان هو sometimes بيجمع، sometimes وسامتايمز. برافو عليكي، يبقى هو استخدم every day وسامتايمز. برافو. طيب هو حط my uncle grows عشان هنا ال pronoun بتاع ال sentence كانت ايه؟ كانت هي، اللي هو my uncle يعني هي. طبعا انت عارفه احنا بنعمل اد اس اي اس اي اي اس مع انه pronouns. هي، ايوه هي، she with برافو عليكي، هي وشي وات، عشان كده هو زود اس بقى my uncle grows onions and potatoes. تمام، وهي collects. تمام، برافو عليكي. How we grow lemons. ازاي احنا بنزرع الليمونز؟ Number one. The girl is planting a lemon seed in a pot. تمام، The بس بصي mom. بلاش ابوت، ايبوت إيه ايبوت. ده؟ The girl is planting a lemon seed in a pot. تمام. Like the girl is planting a lemon seed in a pot. In a Number two. pot. A pot. إيه ده؟ The lemon seed is starting to grow. تمام، Sunflowers are growing. There are lemons on that tree. The girl is picking the lemons. She is making lemonade. ليمونيت. الاول هو كان ليمونز، بعد كده بقى اسمه ايه؟ ليمونيت. يعني هي دلوقتي بتزرع السيدز، بتحط السيدز في البوت. بعد كده الليمون تري is starting to grow، بتبدأ ان هي تكبر، صح؟ Some flowers are growing، بعد كده شوية ورود كده بينمو. There are lemons on the tree، بعد كده الشجرة الصغننة اللي بتطلع دي بيبقى عليها الايه؟ الليمونز. الgirl picking the lemons، picking يعني قطفت، وبعد كده عملت الايه؟ العصير بتاع الليموناتا اسمه ايه؟ ليمونات. تمام؟ طيب general exercise، listen and write true or false. ده listen، okay listen and complete برضه مش عارف. choose the correct answer from A, B, C or D. my uncle planted an apple tree in his Garden. We buy fruits and vegetables at the Market. تمام تمام market. chocolate healthy if you eat a lot. Chocolate isn't healthy if you eat a isn't lot. healthy. تمام if you eat a lot. I think it's okay to a little chocolate. خلي بالك it's okay to اللي احنا قلناها Eat. to ايه؟ eat Eat. eating لا في eat اللي هي الانترنت. آخر واحد. تمام، برافو عليك. طيب read and match A and B. eating too much chocolate is unhealthy. تمام. chicken is my favorite. Healthy food. okay my dad grows lemons. In our garden. تمام. what's your favorite Food. what's your favorite Food. food. okay what's your favorite food. تمام، طيب حلو قوي. خلي بالك ان هم مزودين واحده عشان يلخبطوا، خلي بيجيبوا 5 بالك وهم أصلا 4 سنتينج. بالظبط عشان خاطر اللي مش مركز يضرب اي حاجه في واحده زياده. طيب reorder the words to make correct sentence. he يلا هو هنبدأ بهي. هي دي الايه؟ ال السبجكت بتاعت السنتنس، صح؟ يبقى بعد السبجكت ايه؟ Inverted الفيرب. cells برافو عليكي. سيلز، يبقى هي سيلز. onions تمام، at the market ايه ذا ماركت. تمام. نمبر 2 اي I like fish and chicken
برافو. نمبر 3 هي هي collects تمام fresh eggs every day. Fresh تمام نمبر eggs. 4 وي We grow mangoes in our garden. حلو قوي. شايفة الجملة دي؟ We grow mangoes in our garden. أنا عايزاكي بقى هنشيل we، دي حاجة بقى من عندنا احنا هنعملها. أنا مش ع... أنا هخلي ال subject بتاع ال verb he، يبقى المفروض تبقى ازاي بقى؟ He grows mangoes in our garden, or in تمام his he، garden. تمام كنت لسه هقولك، يبقى he grows mangoes in his garden. برافو عليك، excellent، برافو. طيب read the text and answer the questions. طبعا دي هوم ورك، البانكيتويت هوم ورك. البانكيتويت انت في عارفه البانكيتويت بنعمل ايه؟ بنحط علامات الترقيم، بنكبر الكلمات ايوه، على حسب. اول السنتنس بيبقى كابيتال، اسم بني ادم او اسم بلد او اسم علم او اسم حاجه معروفه بيبقى كابيتال، تمام. اخر السنتنس نحط فول ستوب، لو السنتنس لو هي مش سنتنس كويستشن. يبقى نحط تمام question mark. تمام برافو عليك. بعد كده write a paragraph of about 40 words using the following guiding elements. Your favorite food. المفروض دلوقتي احنا هنكتب paragraph عن ال favorite food بتاعك المفضل. What's your favorite food؟ المفروض انت هتبدأي تتكلمي تقولي ايه هو ال favorite food بتاعك؟ ودو يو لايك هيلثي فود، انت بتحبي الاكل الهيلثي، يبقى انت عندك سؤالين هتكتبي عليهم. ممكن انت من خلال القطعه تحطي برضو لنفسك سؤال تاني. ايوه، ما انا اكيد هزود يعني. تمام برافو عليك، لان السؤالين دول فعلا مش هيعملوا الباراجراف، فاكيد انت هتزودي. خلاص، فاحنا هنتكلم على الفيفوريت فود، الاكل المفضل. ممكن بعد كده تتكلمي تقولي الاكل ده هيلثي ولا مش هيلثي، بتاكليه كم مره في اليوم او كم مره في الاسبوع. يبقى اللي هسألك بقى سؤال مهم قوي، يبقى انت كده من تخيلك المفروض الباراجراف ده يبقى في انهو سنت، انهو تنس، ويتش تنس هتستخدمي، ويتش تنس يو ويل يوز يو. present برافو عليك، يبقى خلي بالك وانت. قال لي do you like healthy food. تمام، do you like، غير كده انت هتقولي مثلا I like، اي حاجة مثلا انت هتتكلمي، خلي بالك هيبقى present simple، اوعي تحطي حاجة في الباست، اوعي تحطي حاجة في الفيوتشر. خلاص عرفتي دل. طيب listen to my shopping list، قائمة المشتريات بتاعتي. الفوكابلوري بيتزا، بيزا جوز، هاني، كويس تمام. يوغرت، فول مدمس، مهلبية، فرنش فرايز، تشيبنلس. برافو عليك. طيب اكسترا فوكابلوري، دينر، اون باك، كوكامبرز، كاستمر، لا برجر، استنى، خيار 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 اسمه ايه؟ كوكامبرز، كيوكامبرز. برافو كيوكامبرز. كاستمر، برجر، لوكي، جوسي، فريج، كوكيز، فرايز، ديزرت، كابورد، فرايد ايجز، فرايد ايجز، بويلد ايجز، جام، ماركت سيلر، نوترينز، ديليشس، ناتس، بول، لا باول باول، يعني باول، انت زي ما انت، ايوه باول. باول، جير، ده جيريز، لا there is there is top market trader. trader، market trader، تاجر في السوق، trader، market trader. market تمام trader. ايوه، قوليها كده بقى، سامعها لي كده. market trader. برافو عليك. important expression and preposition for lunch. for lunch اللي هي الوجبة الايه؟ الغداء. تمام. balanced diet، الدايت balanced متوازن نظام. لا هو دايت يعني مش اللي هو الاكل اللي احنا بناكله للتخسيس، هو نظام معناها غذائي، نظام غذائي بالظبط لما قلت balanced diet يبقى نظام غذائي غذائي متوازن. متوازن تمام. in total، في المجموع الكلي. تمام. X out،
act out يعني يتصرف. Of course. وطبعا أكيد Sensible choices. يا راس منطقي. منطقية. تمام. طيب. We use milk to make. يوغرت Okay. The list makes me remember what I want to buy. لما انت بتعملي كده ليست وانت نازله، دي بتخليكي تفتكري الحاجات اللي انت عايزه تشتريها، صح؟ remember يتذكر. يبقى هي بقى بنسميها شوبن ايه؟ شوبن shopping list. These make هاني honey. We cut the potatoes to make فرنش فرايز. French fries. potatoes. طيب انت عارف اصلا potato اخرها ايه؟ اخرها اوفر ونحط لها ايه؟ ايوه عملنا لها ايه؟ عملنا لها plural، عملنا زودنا عليها ايه عشان تبقى plural؟ ES. تمام، ان اي اس ده plural. okay. listening and reading. narrator، عارف يعني ايه هو narrator؟ مشتري قصة الراوي. narrator اللي هو الراوي اللي هيحكي القصة. narrator 1 you lovely tomatoes come and buy. ده narrator، ده اللي هو تقريبا بيقول في السوق، يعني عايزين narrator اللي هو الراوي اللي بيحكي في السوق. come and buy. how about buying some lovely red tomatoes. تمام يلا، ده يبقى من اول. او Oh, I think we need some tomatoes. How much are they? They are a good price. They're only £3 for 1 kilogram. Okay, we'll have a kilogram, please. How about buying some carrots too? No, thank you. Mom, please, can we have a pineapple? Yes, Ibrahim. Let's buy a nice juicy pineapple. There you go. That will be £20 in total, please. تمام، مجموعهم كله على بعض التوتال بتاعهم هيبقى 20 باوندز. Miss. تمام، يبقى هما اشتروا ايه؟ توميتوز، واشتروا ايه تاني؟ Fine. باينابل. طب اشتروا كارتس؟ لا. لا ما اشتروش كارتس، قلت له نو ثانك يو. Miss. ده نعم يا حبيبتي. هو ليه قال الجوسي باين؟ تاني السؤال، يعني هي جوسي a nice juicy pineapple. أيوة فين سؤالك بقى؟ هو اللي قال الكلمة جوسي تحديدا. جوسي يعني اللي هي تبقى فيها عصير كده من جوه طرية مش ناشفة، يعني لما هو بتروحي تشتري حاجات لازم تكون فيها كده عصارة، فجوسي كده ان هي تبقى فيها العصارة بتاعتها في كده عصير جواها. تمام، فهي دي نايس جوسي باينابل. ما يشتروهاش تبقى مش حلوة، لا الحلو بتاعها الباينابل ان هي تبقى جوسي كده جواها العصير بتاعها. تمام، فهم دفعوا التوتال اللي هو ال 20. ده narrator 1. narrator 2 I really like coming to your house, Grandma. I like it when you visit me, Nada. You haven't got a mango tree in our garden at home. We have got a lemon tree. I know. I'm lucky to have one. Would you like to have a mango now? Yes, please. I would also like to have your mango and coconut mahalabaya later. Have you got any coconuts? Yes, I bought some in the market this morning. تمام، يبقى هي بتتكلم مع الجراند ما بتاعتها، بيتكلموا على الجاردن والتريز ان ذا جاردن، فهي بتقول لها we haven't got a mango tree، احنا ما عندناش شجرة مانجو في الجاردن عندنا بتاعتهم، هم عندهم ايه؟ ليمون تري. تمام تمام هي عايزة تعمل بقى ايه؟ مهلبية. I would also like to have your mango and coconut مهلبية later. هي عايزة المهلبية بالمانجو والكوكونات. تمام. Narrator 3. أشرف, will you come to the market with me? Yes, of course. What do we need to buy? We need to buy bread and rice. What would you like to
We need to buy bread and rice. What would you like for lunch on Saturday? Uncle Faisal is coming. Oh, I would like kosher, please. It's my favorite. Okay, and okay, are there any onions in the fridge? No, there aren't. So we need to buy bread, rice, and onions. تمام. هو عايز ياكل ايه؟ كشري، عشان انكل فيصل كمان جاي، is coming. تمام، وهيعملوا ايه؟ are there any onions in the fridge، في اي بصل في التلاجة؟ شايفة السؤال are there any onions in the fridge، حطي خط تحت السؤال ده، مهم قوي. تمام، هو قال ايه؟ are there، ينفع نقول is there لا بتقول onions بالجمع. onions. برافو عليكي. طيب دي حاجة. الحاجة التانية، السؤال استخدمنا ايه؟ بنستخدم مع السؤال ايه؟ any. are there any، تمام، مش هنحط some، احنا هنحط any. فهو قال no there aren't so we need to buy bread rice and onions، هيروحوا يشتروا العيش والرز والonions. طيب narrator 4، كل القصص دي narrator 4. What do we need to get Amal؟ Mom says three lemons and some eggs. Here are the lemons. The eggs are over there. Oh, and chocolate cake. Is it on mom's list? No, it isn't. But I can. I have some, please. But can I have? But can I تسأل have سؤال. some, أيوة ده please? السؤال. Oh, but don't eat it until after dinner, أمل. بس ما تاكليهاش لحد إمتى؟ تمام بعد الدينر بعد تمام العشاء. أوكي. Jan, can you help me unpack the bags, please؟ أفرغ Yes, of الشنطة، course. اللي هي عايزة، Yes. ممكن تساعدني أفرغ الشنطة، أطلع أخلص الشنطة؟ Yes, of Yes, course. of course. Oh, good. You buy mangoes at the market? I love mangoes. Oh. And you bought chocolate. Delicious. تمام. But that in the cupboard, please. It's for dinner tomorrow. We only have chocolate on Saturdays. It isn't very healthy. يعني الشوكليت Okay. isn't very healthy. مش حاجة صحية. هما بيكلوا في Saturdays only. تمام. We only have chocolate on Saturdays. بس إنما طول الأسبوع ما بياكلوهاش. Okay, where? So, I bought the cookies. Please put them in the top cupboard. You can have one after school tomorrow, but just one. They aren't very healthy. برضو الكوكيز هي بتقول له برضو هما ايه؟ very aren't very healthy. هما حاجة مش صحية خالص. فأنت هتاكل ايه؟ You can have one، واحدة بس، after school tomorrow، بكرة بعد المدرسة هياكل واحدة. Oh, I will put the bananas in the fruit bowl on the table. هيحط بقى الموز فين؟ في سلة الفاكهة على الترابيزة. اوكي يلا. Thank you. Is that chicken in the fridge? It's for shawarma for lunch today. Yes, تمام. it's there with the carrots. Thank you, Jana. Do you want O'Malley for dessert tonight? I bought a bag of nuts. تمام. اوكي. سيبقى لما نشيل Yes, الصحة. please, mom. لسه في يعني. Yes, please, mom. That's my favorite. تمام. yes please mom that's my favorite. okay. طيب هما بقى هنا في الماركت، at the market. خلاص، يبقى في فرق بين الماركت، الماركت ده اللي هو السوق، انما السوبر ماركت ده المحل. hello what would you like، what would you like I اللي هو would like البتاع. some carrots, please. تمام، يبقى حلو السؤال ده لما هي دخلت السوق، احترام. البياع عايز يقول لها عايزة ايه، يبقى بيسأل سؤال what would you like، تحبي تجيبي ايه. تمام، هي ردت قالت له I would like some carrots please. هو خلي بالك بدأ بهلو وهي انتهت ببليز، هلو لو اهلا، وهي قالت له في الاخر لو سمحت. نمبر 2، عارفة الكلمات دي انا بقولها ليه يا سلمى؟ ساعات بتيجي في الديالوج،
يجي يقول لك اللي هو اول سطر او تاني سطر او كلمه، بيشيل كلمه بليز او بيشيل كلمه وود، الكلمات دي بتاعه الباراجراف. إيه سوري، مش الباراجراف، الدايلوج. تمام، معلش اقري لي بقى نمبر 1 من الاول. Hello, what would you like? I would like some carrots, please. تمام، نمبر 2. Are there any tomatoes? Yes, look. There are lots of tomatoes. في كثير من الايه، الطماطم. Tomatoes. تمام، نمبر 3. Would you like some oranges? Yes, of course. اورنجز. Oranges? Yes, of course. Yes, please. I have. Yes, please. Can I have some grapes too? تمام، يبقى السؤال لا. بيختلف عن السنتنس. هو لما بتسأل السؤال بنبدأ بكين، خلاص يبقى can I have، انما لو هي سنتنس هتقول ايه I can، يبقى ده الاختلاف. ده احنا كمان قلنا المرة اللي فاتت صح، في الـ Connect Plus. بناخد كنا بناخد will و can و might والحاجات دي، يبقى السؤال بيبدأ بيهم بالظبط. فقالت له ايه، yes please can I have some grapes too، ايوه لو سمحت ممكن اخد كمان شوية عنب. نمبر فور. Yes, of course. تمام، How about buying some lemons and pineapples too? No thanks. That's all I need for now. excellent excellent. language function، language function اللي هو عايز يقولها لك، الجزء بتاع الجرامر اللي هو how about. how about يعني ماذا عن، ماذا عن ممكن تيجي بعدها noun اسم، انما لو احنا هنحط verb يبقى الverb هنحط فيه ing. زي ايه؟ زي هنا كده، بصي هي قالت ايه، how about buying، شايفها؟ how about buying some lemons. طب ماذا عن ان احنا نشتري شوية lemons؟ طيب انا لو قلت how about carrot اسم، ممكن احط اسم من غير طبعا، مش هحط طبعا في اي ان جي، انما لو هحط فيرب هحط فيرب في ايه. تمام، زي الجمله دي برضو، هي قالت ايه، how about having finish fish for lunch. يبقى having ما ينفعش اقول have، يبقى how about هتيجي وراها فيرب. تمام، اكتب لك فيرب اهي، يبقى plus i ان جي، خط وحش جدا. يبقى لو how about هتيجي وراها verb يبقى هنحط ايه، plus i n g. تمام، فهمت الحتة دي؟ how about يا يجي وراها noun، يعني ايه noun يا سلمى؟ اسم عادي، اسم عادي. يا اما لو انا هحط verb يبقى الverb فيه ايه، i n g. خليه في الكونتينوس هنا، هم؟ خليه في الكونتينوس هنا عشان يكون دلوقتي، بتقولي يا حبيبتي؟ لا هنحط له اي ان جي عشان يكون دلوقتي يعني. لا مش عشان هو يكون دلوقتي، عشان هو الاستراكشر بتاع الجملة تكون صح، مش دلوقتي، لأن لو هو دلوقتي يبقى كنا لازم كمان قبلها نحط verb to be، اللي هو verb to be، يبقى الجملة فيها am و is و are. لا هي مش كده. How about buying؟ How about having؟ How about eating؟ يعني مثلا اقول لك ايه، ايه رأيك تيجي ناكل مثلا شوكليت كيك، ماشي؟ فانا عايزه اقول لك ايه رأيك، ما يعني ايه رأيك، how about eating chocolate cake؟ ها انت بقى تقولي لي اوكي او تقولي لي مثلا لا مش عايزه دلوقتي. يبقى انا باجي اقترح عليك اقتراح او عايزك مثلا تشتري حاجه، فبقول لك how about، how about زي ما هو بيقول how about buying some lemons، يعني ايه رأيك، ما رأيك في ان احنا نجيب شوية ليمونز اند pineapples too. تمام، يبقى ده هو باوت، ده بيبقى زي اقتراح، انت بتقترحيه على حد. يعني مثلا انا هقول لك تعالي نذاكر حاجة مثلا وليكن فرنش، فاقول لك الجملة ازاي، how about studying French، ايه رأيك ان احنا نقعد دلوقتي نذاكر فرنش. تمام، يبقى انت بتدي لحد اقتراح عن حاجه، فبتبداي السؤال بالصيغه دي، how about، طالما هنحط verb يبقى الverb فيه ايه، ing. خلاص وضحت كده؟ طيب تمام، عشان تبقي عارفه، عشان لو جات لك في اللي choose تبقي عارفه، how about plus verb plus ing، تبيها كده في الكتاب، how about plus verb plus ing، مش انا كاتبه هنا verb plus ing،
اكتبي انت بقى نفس كده، بس اكتبي قبلها how about، يبقى how about plus verb plus ing. about plus اوكي ثانية بقى كده يا نرجع بقى كده اهو خلاص. يلا asking and answering question about food at the market. احنا دلوقتي عايزين نسأل على الفود at the market، فالمفروض انا عندي السؤال ممكن أسأله بأي صيغة. What would you like اللي انا قلتها لك في الأول، هو هي ممكن يطلب يقول لك انت عايزة ايه، فيقول لك ايه What would you like، صح؟ يبقى انا هنا هوت هسألك انت عايزة ايه، What would you like، What would you like، عايزة ايه؟ I'd like some orange. I'd like some orange. هي عايزة شوية برتقال. يلا يا سلمى اقري كده السؤال والإجابة. What would you like? I'd like some orange. تمام. ممكن حد يروح يبقى Are there any tomatoes؟ عندك أي طماطم؟ Are there any tomatoes؟ استخدمنا are there عشان tomatoes plural. Plural. Are there any tomatoes؟ عندك أي طماطم؟ Yes, there are. أيوة في. تمام؟ مهمين قوي السؤالين دول إن هما يتذكروا. فهو جاب لك number 3 بيقول لك إيه؟ Offering something politely. أنت دلوقتي هتعرضي حاجة على حد بس بطريقة مهذبة. تقولي له إيه؟ هقول له would you like some، would you like some؟ يعني would you انا like مثلا some carrots تخيلي مثلا كده يا سلمى انا جايه لك وانت عايزه تعرضي عليا اشرب شاي، تقولي لي ايه؟ would you like some tea برافو عليكي، would you like some tea؟ طيب مش شاي، هتغيري الشاي وتخليه عصير برتقال. Would you like some oranges or برافو orange عليك. juice? تمام. Would you like some orange juice? Would you like some tea? حلو قوي. طيب لو هي حاجة مفرد بتبقى بنستخدم بدل some a or an، عشان هي مش جمع، هي مش شوية، مش شوية شاي ولا مش شوية عصير برتقال. Would you like مثلا بعدها هنحط اسم مفرد، فكري كده. Would you like a mango? A mango. Would you like a mango? حلو قوي. Would you like mango؟ تحبي تاخدي مانجايه؟ اوكي طيب فكري لي في حاجه كمان، حطي لي سنتنس في حاجه كمان. Would you like Would you like bar of chocolate? حلو قوي. انا هعرض عليكي، انت جيتي عندي فانا هعرض انا عليكي. اوكي Would you like a piece of chocolate cake؟ Would you like a piece of chocolate cake؟ يبقى انت عايزه قطعه من الشوكليت كيك. تمام. Yes, please. يس بليز. هنا كمان. اوكي would you like a piece of chocolate cake؟ yes please. يبقى would you like some lemonade؟ يبقى هنا نرجع للي وراها، lemonade عشان هو عصير ناخد some، لو حاجة مفرد يبقى تمام، لو حاجة مفرد يبقى هنحط ايه؟ أو إيه؟ طيب اي ميس اور إيه. نعم أنا يا عندي روحي. سؤال، مثلا إذا أنا قلت would you like a cup of lemonade يبقى كده هتنفع؟ صح عشان هقول برافو كوب عليكي. واحد ليه؟ ان انا هنا مش بعد، انا بعد الكوب، فالكوب ده الفنجان ده او كوباية الجلاس. برافو عليكي، هتاخد ايه عشان هي واحدة. برافو عليكي. يبقى لما هي هنا قالت ليمونيد هي كلمت على العصير اللي جوه، انما لما نيجي نحط قبلها الحاجة اللي هنحط جواها اللي هي الكوب او الجلاس يبقى هنستخدم ايه؟ تمام. طيب would you like some lemonade؟ تحبي شوية lemonade؟ فقالت ايه؟ Yes, please. Yes please. أو ممكن نقول ايه؟ No thank you. Yeah, yes please and yeah, no thank you. تمام؟ طيب لحد كده واضح؟ طيب نوت، هو عايز يقولك ان I use، انا بختصرها باللي هي الحرفين. برافو عليك، بالحرفين دول وبالكتابة بحط الايه؟ الاي دي. أي طيب asking for
asking for something politely. Politely يعني بطريقة حلوة مهذبة جميلة. انتي انا مش بعرض بقى عليكي، خلي بالك انا مش بعرض عليكي، لا انا عايزك انتي تطلبي، ده الفرق. يبقى بعرض عليكي بستخدم would you، انما انا عايزة، انا عايزة يبقى هستخدم ايه؟ Can I have بالظبط can I have زائد noun، can I have زي ايه مثلا؟ انت عايزة اي حاجة، اعملي لي سؤال انت عايزة اي حاجة، تحطي can I have و noun و please، عرفتي؟ فقوليها لي بقى، can I ايه؟ Can I have some chocolate? Some chocolate. Please, ماشي please. please. Very good. Okay. هنا can I have some water please, can I have some orange juice please. طيب لو انت مش هتقولي some water، لا انت هتقولي كوباية مية. Can I have a cup of water, please? تمام can I have a cup of water please. انت عارفة الكوب، عارفة الفرق بين الكوب والجلاس؟ هو كاس. الكاب اللي هو الفنجان زي فنجان القهوة كده، مية تبقى جلاس. اوكي can ماشي. I have a glass of water please، عشان بصي عشان الصيغة كلها تبقى صح يا سلمى، فالمية دايما بتبقى جلاس. can I have a glass of water please. يلا يا روحي قوليها بقى كده تاني. Can I have a glass of water, please? A glass of a water, glass of please? water. تمام A yes glass. of course. يبقى هو ايه، واحد طلب شوية مية والتاني قاله yes of course. كل الكلمات دي مهمة اوي عشان بتيجي في الايه في الدايلوج. تمام تعرفي انتي تطلبي بطريقة مهذبة، تعرفي حد تقترحي على حد حاجة، السؤال بيبقى ازاي والإجابة بتبقى ازاي. تمام تمام. طيب اوكي language function. language برضه اللي هو بيتكلم على الحاجات ال countable nouns وال uncountable nouns، الحاجات اللي بنعدها والحاجات اللي ما بنعدهاش. يعني an apple، an apple، بصي بقى هنا، هنا حطيت an صح، صح. والناحية التانية لما جيت عملت plural هي بقت apples، شلت منها كلمة an، عارفة ليه يا سلمى؟ عشان انا دي المفروض. برافو عليكي. ان دي بترمز، ان والايه بترمز ان هي حاجه واحده بس، اول ما نيجي نعمل بلورال لازم نشيلها. يبقى ان ابل البلورال بتاعتها ابلز، ايه بوتيتو يبقى البلورال بتاعتها، potatoes برافو. طيب ايه مان، من او من من يبقى هي ايه، حاجه من الحاجات اللي هي irregular اللي هي ايه بتتحفظ فيهم كلهم، شلنا كلمه الان او الايه عشان نيجي نعمل plural. طيب الحاجات دي بقدر اعدها. طيب الحاجات اللي انا ما بقدرش اعدها uncountable nouns like rice is water salt sugar water. milk. تمام كلهم طبعا ما لهمش صيغة مفرد ولا صيغة جمع، بيتحطوا كلمة زي ما هي صح، يعني ولا نحط ولا بنضيف عليها اس ولا اي اس ولا اي اس، ولا في نفس الوقت ينفع نحط قبلها ايه او ان ابدا. الحاجات الانكاونتابل لا يمكن نحط قبلهم ايه او ان. تمام دي طيب اول معلومه. ممكن أحط قبلهم صن؟ بالظبط نحط قبلهم سام، نحط سام ميلك سام شوجر سام ووتر سام سولت سام رايز سام تشيز. تمام يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الاي والان بنستخدمهم مع السينجلر countable noun only صح، يبقى احنا بنستخدم الاي صح. والان، الاي والان مع الاسماء المفرد اللي بنعدها، مع الايه الاسماء تكون مفرد واعرف اعدها. يبقى انت كده عندك في الكتاب اكتبي ايه وان نستخدمهم مع ايه، مع المفرد. singular singular countable nouns only.
تبي هنا اهو كده في الحتة دي كده عندك في الكتاب يا سلمى، اللي هي ايه؟ ايه والان بنستخدمهم مع ايه؟ singular countable nouns. خلاص. الحاجة التانية هو هنا بيقول لك الاكزامبل I would like a banana please، انا عايز اشتري موزة لو سمحت. يبقى احنا هنا ليه استخدمنا ايه؟ علشان اول حاجة هي بانانا بقدر اعدها، تاني حاجة عشان هي ايه؟ singular. تمام. تمام. الاكزامبل التاني هو عملها لك بكلمة بس بالان، I would like an orange please، هو عايز برتقانة، انا عاوز برتقانة لو سمحتي. يبقى ليه استخدمنا ان؟ علشان هي الاورنج ايه؟ singular countable noun. singular ايه؟ countable noun. noun. يبقى هنستخدم الايه والان مع الاسم المفرد اللي بي ايه ممكن نعد، يعد الاسم المفرد الذي يعد. خلاص حلو كده. طيب هنقف عند الحته الجزئيه دي، واول حاجه هنبدا بيها المره الجايه ان شاء الله باذن الله اللي هي الايه السام اند اني. اوكي يا سلمى، بليز يا سلمى امسكي كل الشابتر وشوفي السؤال بنساله ازاي، صيغه لما اجي اعمل اوفر لحد، لما انا اجي اطلب حاجه انا عايزه حاجه بطريقه مهذبه تبقى ازاي، كل الكلمات دي، كل الكويستشنز دي. اوكي ماشي يا طيب يا روحي. ميس، مفيش هما؟ كان في هوم كان قلته في النص كده يا سلمى كده، كان في بس باراجراف ماشي. كان هتكتبيه، واللي هو كان التكست، يعني هو كان واجب صغير المره دي، يعني في ايام كده هتعدي عليك تلاقي واجب صغير قوي، في ايام تانية هتعدي عليك تلاقي الواجب كبير. هي بتبقى بظروفها. ماشي يا روحي، في اي حاجه عايزه تسالي فيها؟ لا أعرف بس البيج بتاعت الهومور، اقولها لك تاني؟ طب استني اوكي بس الصوت كان بيقطع عندي. ماشي يا روحي. بصي يا سلمى الهومر كان في الصفحة دي page 26. اوكي هكمل لك عليه، كان number 6. اكتب بقى كان number 6، مش راضي اكتب. number 6 يا سلمى، وكان 7 في البانكيتويت، وكان number 8 page 26 number 6 و7 و8. اوكي اوكي تمام يا روحي، يلا جود باي، باي. يا نكست. ثانك يو. ترجمة